الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة سفير دولة الإمارات في لبنان الدكتور حمد سعيد الشامسي المحترم، صاحب الفضيلة إمام البلدة الكريم، حضرة رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي، رئيس بلدية المرج العزيز، المخاتير الكرام، أصحابنا وأهلنا في السفارة الإماراتية، أيها الحضور الكريم، قبل أن أبدأ كلمتي لابد من الإشارة أننا ندين العدوان الإرهابي الذي تعرضت له السفن التجارية في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وإن هذا الاعتداء يشكل عملا جبانا ومرفوضا في ظل دورها المحوري في سبيل نهضة العالم العربي والإسلامي. كما تتزامن هذه المناسبة أننا ودعنا بطريرك السلام والاستقلال الكاردينال مار نصر الله بطرس الصفير، تلك الشخصية اللبنانية الاستثنائية والقامة الوطنية الفارقة، كما في هذا اليوم ذكرى استشهاد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد رحمه الله الذي كان مدرسة في المواقف التاريخية الصلبة. أيها الحضور الكريم، يقول الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. نلتقي وإياكم اليوم في رحاب شهر رمضان المبارك، شهر الخير والمحبة والرحمة، الذي يعلمنا تهذيب النفس وتقوية الإرادة والبذل والعطاء والشعور مع الضعفاء والمساكين الذين لا يستطيعون تأمين أبسط حاجاتهم. إنه الشهر الذي يجتمع فيه الناس على ولائم الخير والبركة والأخوة، ويحثهم على مد يد الخير والمساعدة لأشخاص حرموا من أهلهم فباتوا أيتاما أو فقدوا الغالي والعزيز فأصبحوا أراملة وثكلى لم يعد لهم معين في هذه الحياة. لذا فإن دولة الإمارات كانت ولا تزال السباقة لنشر الخير والسعادة على وجه كل محتاج في العالم العربي والإسلامي، ممثلة بشخص سفيرها الصديق الدكتور حمد الشامسي، والذي نقف أمامه اليوم معترفين له بفضله الكبير لإنجاح هذا اليوم ونشر رسالة السلام والمحبة بين الشعوب. ونقول له: هذا معروفك فأهلا بك، يا من عرفناك ذخرا للخيرات، أقبلت يا شامسي وحللت أهلا، فبر الياس نعم تعتز بنسر من الإمارات. سعادة السفير، أنت بدر اكتمل في أول الشهر فأضاء عتمة الليالي، ويد امتدت للعطاء فغدت ينبوعا لا ينضب، فمنذ توليكم لمهامكم لم تتركوا منطقة في هذا البلد إلا وقمتم بزيارتها، فقمت بمشاريع من مدارس ومستشفيات وطرقات وساحات، وكله خير شاهد على أعمالكم الطيبة بالإضافة إلى الجانب الاجتماعي. إن دولة الإمارات في لبنان هي سباقة في زرع المعروف ومعونة المحتاجين والوقوف إلى جانب الحق، فرحم الله مؤسسي إمارات العز والوفاء الشيخ زايد بن سلطان الهيان طيب الله ثراه، وحفظ الله رئيس الدولة الشيخ سمو الشيخ خليفة بن زايد والمبجل ولي العهد محمد بن زايد الهيان. أيها الأخوة الكرام، هذه الدولة التي كانت ولا زالت تقف إلى جانب لبنان في كل المراحل الصعبة، قد شرعت أبوابها وفتحت فرص العمل
أمام الشباب اللبناني، وبرغم اكتفائها الذاتي بالكفاءات الوطنية لم تتخلى يوما عن اللبنانيين الأوفياء لهذا الجميل.